هنالك فرق كبير بين التخلص من النفايات بتمرها أو حرقها كما في العراق، وبين اتباع سياسة إعادة التدوير للتخلص من عبء النفايات الكبير وتفكيكها إلى مواد أولية يعاد تصنيعها مرة ثانية. فالدول المتحضرة حولت النفايات إلى مورد اقتصادي وصناعي وطاقة منتجة تخدم بلدانها، أما في بلدنا فأضحت مرتعاً للأوبئة والأمراض، إضافة إلى التسمم البيئي القياسي أرضاً وهواءً وتربة. وهذا ما يحدث في محافظة بابل والمحافظات العراقية الأخرى، فما أن يحل المساء حتى تمتلئ أجواء مدننا بروائح حرق هذه النفايات، لأنه الأسلوب الأبسط والأكثر تخلفاً للتخلص من النفايات حتى لو كان مدمراً للبيئة والصحة العامة. هل تشوفها بعينك هاي هالصاخه وهاي المياه الثقيله وصايره هوسه صايره. اي شو تطلبون؟ ها؟ شو تطلبون؟ والله نطلب يعني اللي ينظفوا لنا اياها الواحد النظافه، يعني من اللي يقول ابو المثل من الايمان ما كان احسن من النظافه، بس هي اللي نطلبها. مشكلتنا الزباله، مشكله اللي يعني مشكله صارت معضله علينا، يعني ماكو يعني ماكو اقول لك حكومه تشيله، يعني النفقات اللي تعطيها الحكومه لهم، النفقات اللي تعطيها الماليه اللي تعطيها للبلديه ليش ما يشيلوها؟ نشتكي احنا عندهم، نشتكي عند المسؤولين يمرون الشيله، نروح للبلديه تجي البلديه ما تشيلها. حالات تسمم وأمراض قاتلة خلفتها عملية حرق النفايات، كما أن نقلها العشوائي وغير المنتظم جعلها تتكدس في المناطق السكنية، ما يعطي انطباعا غير حضاري ينعكس على الجهاز الحكومي والجهة المسؤولة وثقافة المواطن ويشوه جمالية المدن. عامة تجي بس تباوع هنا الأموال مالتهم، يباوعون هيك يباوعون بالشوارع ويمشون. هاي عمال شو يسوي العمال؟ شو جال مكناسه؟ شو يكنس هاي الزباله اذا ما ياكل رابه لوري شفول؟ ادري يعني العامل يجي هنا يفتر شايل له مكناسه ويفتر يباوع عليها ويمشي. شو يريد يسوي؟ يدز لعامل اجير وقتي لا يشتغل ولا يباوع عليها ويمشي. ما يقدر لا يسوي لا حول ولا قوه. يعني هذا حينا احنا يعني من اهدى الاحياء بقضاء المسير من كل النواحي الامنيه وغير الامنيه. انت لو تلاحظ هسه الوضع هذا شوف كله، يعني هذا وضع مخزي، والله مخزي. اطفال يعني حصلت تطلع الشارع، هاي هسه احنا بالنهار، تعال بالليل شوف الكلاب السائبه اللي نايمه هنا. لنسارع في اللحاق بركب الدول المتحضره التي عبرت مشكله النفايات وحولتها الى مورد اقتصادي وطاقات منتجه لنبني بها عراقنا ونعطي انطباعا علميا لتطوره واعماره وفق اسس علميه معتمده. إلى متى نبقى نتحدث عن النفايات وما من حلول؟